السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مواقع كتير على الإنترنت بيخليك ترفع ملف الأوتوكاد وتبدأ تشوف الملف بشكل حلو جدا، لكن أنا بفضل أوتوديسك فيور. ليه؟ لأسباب كتيرة جدا. أول حاجة عدد السبورت اللي هو بيدعمها، هو يقدر يفتح لك ملف 3D Max، يقدر يفتح لك ملف كاد، يقدر يفتح لك ملف IFC، يقدر يفتح لك ملف ريفت DXF DWT FBX وهكذا، يعني تقريبا كل الملفات اللي انت ممكن تحتاجها حتى السكتش اب وهكذا يقدر يفتحها لك. تمام. بيقول لك الريفت من اول 2015 وانت طالع، تقريبا اخر حاجه هتشتغل 2015، يعني هتلاقي 2015 16 17 كله مدعم، يعني الجي بي اكس ام ال وهكذا. فاي ملف عندك من الملفات دي هيفتحها لك بكل سهوله، تقدر تقول له بس سيلكت فايل. تمام. او ممكن ترفع فولدر كامل ويبدا يظهرهم لك وتبدا تشوفهم من تشوفهم اونلاين على الصفحه بتاعك. خلينا مثلا نقول له اغلب الامتدادات اللي هنا هو بيفتحها بدون مشاكل خالص، حتى السكتش اب 3D Max. طيب خلينا نفتح الملف دوت، لو هو مساحته صغيرة 5 ميجا. ماشي. انت بتفتح ملفات 2D و3D، بيقول لك عايز ترفع حاجات تانية، فبقول له لا افتح لي ده بس. تمام. ففتح لك اول ملف اهوت. تقدر تقول له انا عايز اشوف الفيور بتاعتها، عايز اشوف الموديل براوزر، وتقدر تخفي بعض العناصر او تظهره، تقدر تعمل سيرش على الحاجه اللي انت عايزها، تقدر تشوف الخصائص بتاع كل عنصر، يجيب لك الخصائص بتاعتها ويجيبها لك هنا لو انت عايز تخفيها وتظهرها. سيتنج الاعدادات بتاعت النافيجيشن والابيرنس والانفايرمنت. هنا لو انت عايز تكتب كومنتات وتظهر مع الناس اللي هتشير معاها الملف، تقدر تحط كومنتات كتيرة مش كومنت واحد ولا اتنين. لو انت عايز تطبع، لو انت عايز تاخد سكرين شوت، تمام، تعمل لها داونلود. لو انت عايز تشارك الملف ده مع اخرين تديهم اللي بتدوت فيخشوا على الملف اللي انت شغال عليه.